ملهمة هو تطبيق يهدف إلى دعم المرأة العمانية والنهوض بها، وذلك من خلال منصة إلكترونية متنقلة تسعى إلى إشراك المرأة العمانية في العديد من المواضيع الحيوية والتي من شأنها الرقي بها إلى مستوى أفضل. ويعتبر تطبيق ملهمة بيئة إلكترونية آمنة تسمح للمرأة العمانية بطرح الأسئلة وتبادل الخبرات والتعرف على وجهات النظر في مختلف مجالات الحياة، والتي بلا شك ستصقل مهاراتها في التواصل والاتصال مع العالم المتغير من حولها.